للمرة الأولى في تاريخ البشرية جيل كامل من الأطفال ينقطع عن التعليم، ظاهرة نبه إليها تقرير الجمعية الخيرية البريطانية أنقذ الأطفال، حيث خلص إلى أن إجراءات الإغلاق التي فرضت في أبريل لاحتواء فيروس كورونا أبقت 1.6 مليون طالب بعيداً عن مدارسهم وجامعاتهم، وهو ما يعادل نحو 90% من إجمالي عدد الطلاب في العالم. التقرير الذي حمل عنوان أنقذوا تعليمنا حذر من أن نحو 10 ملايين تلميذ تأثروا بإغلاق المدارس ويواجهون خطر عدم العودة مجدداً إلى صفوفهم بشكل دائم، وهذا يشكل وفق التقرير حالة طوارئ تعليمية غير مسبوقة تستوجب على الحكومات الاستثمار بشكل عاجل في التعليم، لا سيما وأن الأزمة الاقتصادية لكورونا ربما تخلف عجزاً ب77 مليار دولار في ميزانيات التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل العام المقبل. ويرى التقرير أن التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية يمكن أن تتسبب في إفقار ما بين 90 إلى 117 مليون طفل إضافي مع تأثر القدرة على دخول المدارس، وستؤدي إلى انفجار أزمة عدم المساواة القائمة حالياً بين الأغنياء والفقراء وبين الفتيان والفتيات. نوال عياض، العربية.